رؤية 18. بعدين شفت ملك تاني نازل من السماء ليه سلطان عظيم، واتنورت الارض بالابهة بتاعته، وصرخ بشدة بصوت عظيم وهو بيقول وقع بابل العظيمة، وبقت سكن للشياطين ومحرس لكل روح نجس ومحرس لكل طائر نجس ومكروه، لانه من خمر غضب زناها شربت كل الشوب وملوك الارض زنوا معاها وتجار الارض استغنوا من وفرة نعيمها. بعدين سمعت صوت تاني في السماء بيقول اخرجوا منها يا شعبي عشان ما تشتركوش في خطاياها وعشان ما تاخدوش من ضرباتها، لان خطاياها لحت السماء وافتكر الله خطاياها، جازوها زي ما هي كمان جزيتكم وضعفوها ده على حسب اعمالها، في الكاس اللي مزمت فيها امزغوا لها ده على قد ما ادت نفسها مهد واتنعمت، على قد كده ادوها عذاب وحزن، لانها بتقول في قلبها انا قاعدة ملكة ومش ارملة ومش هشوف حزن، عشان خاطر كده في يوم واحد هتيجي ضرباتها موت وحزن وجوع وتتحرق النار، لان رب الاله اللي يحكم عليها جامد، وحيعيط وينوح عليها ملوك الارض اللي زنوا واتنعموا معاها لما يشوفوا خيان حرقها واقفين من بعيد بسبب خوف عذابها، وهم بيقولوا يا ويل يا ويل المدينة العظيمة بابل المدينة الجامدة، لانه ساعة واحدة جه الحكم عليه، وحيعيط تجار الارض وينوحوا عليها لان بضايعهم محدش يشتريها بعد كده، بضايع من الذهب والفضة والحجر الكريم واللؤلؤ والكتان الناعم والارجوان والحرير والقرمز وكل عود خشب معطر وكل اناء من العاج وكل اناء من اغلى خشب والنحاس والحديد والمرمر وقرفة وبخور وطيب ولبان وخمر وزيت ودقيق ناعم وقمح وبهايم وغنم وخيل ومركبات واجسام ونفوس الناس، وراح عنك جاني شهوة نفسك وراح عنك كل اللي هو مشحشحها وبها ومش هتحقيق بعد كده، تجار الحاجات دي اللي استغنوا منها هيقفوا من بعيد بسبب خوف عذابها يعيطوا وينوحوا ويقولوا يا ويل يا ويل المدينة العظيمة اللي لابسة كتان ناعم وارجوان وقرمز واللي متحلية بذهب وحجر كريم ولؤلؤلؤ، لانه في ساعة واحدة خرب هنا زي ده، وكل الربان وكل الجماعة في السفن والملاحين وكل عمال البحر وقفوا من بعيد وصرخوا لما شافوا دخان حرقها، وهم بيقولوا انهي مدينة زي المدينة العظيمة، ورموا التراب على راسهم وصرخوا وهم بيعيطوا ينوحوا ويقولوا يا ويل يا ويل المدينة العظيمة اللي فيها استغنى كل اللي وصفهم في البحر من حاجاتها الغالية، لانها في ساعة واحدة خربت. افرحي بيها يا سماء والرسل المهندسين والأنبياء، لأن الرب حكم عليها بالحكم بتاعكم، ورفع ملك واحد جامد حجر زي رحاية عظيمة ورماه في البحر وهو بيقول بالشكل ده بتزقزق هتترمي بابل المدينة العظيمة ومش هتلاقى بعد كده، وصوت اللي بيضربوا بالقيثارة والمغنيين واللي بيزمروا واللي بينفخوا بالبوق مش هيتسمع فيكي بعد كده، وكل صنايعي بتاع اي صناعه مش هيتلاقى فيكي بعد كده، وصوت رحايا مش هيتسمع فيكي بعد كده، ونور فانوس مش هينور فيكي بعد كده، وصوت عريس وعروسه مش هيتسمع فيكي بعد كده، لان تجارك كان عظمى الارض لان بتحرك توهتي كل الشعوب وفيها تلقى دم انبياء وقديسين وكل اللي اتقتل على الارض.